نحن هون بالمؤتمر Global Entrepreneurship Summit بدبي. أنا هون مع مهند أبويني، مؤسس ومدير Gate to Play. مهند، كيفك؟ مرحبا. مرحبا. So, شو الأنواع الpayments اللي تدعمهم ب Gate to Play؟ Okay. Gate to Play بتدعم كل أنواع الpayments الموجودة في الوطن العربي. إحنا مؤخراً صرنا بلاتينيوم تشانل بارتنر لباي بال، وعندنا جلوبال كريدت كارد جيت واي من الفيزا وماستر كارد طبعا من بنك عوده، وطبعا ندعم جميع انواع البطاقات المسبقه الدفع زي وان كارد، كاشيو، كاشنا، كاشي، فيلتس باي، ديكسي باي، يو كاش، وطبعا الان عم نضيف طرق دفع جديده من تركيا وكمان من الوطن العربي. وكيف تحصل التيكت التجار؟ هذا صعب شوي صح؟ ثقة التجار بنحصل عليها طبعا، مع انه معظم التجار تبعونا والاونلاين ميرشنتس هم من برا المنطقة، يعني معظمهم من امريكا، من اوروبا، من فار ايست. بنحصل عليها انه احنا بنعامل كل ميرشنت او كل تاجر بطريقة منفصلة، يعني ما عندنا وان اوفرينج او يعني عرض واحد نعطيه للجميع. احنا بناخذ كل ميرشنت كيس وبنشوف ايش احتياجاته بالمنطقة وبنعمله إياها بالكامل. فإذا كان بس بده بيمنت إحنا بننصحه بأنواع البيمنت لازم يستخدمها، إذا كان بده أكتر من بيمنت زي لوكاليزيشن أو تعريب الموقع تبعه أو الخدمة، إذا بده خدمة عملاء، إذا بده مثلا كوميونيتي مانجمنت، إحنا بنعطيه كل هاي الخدمات مرة واحدة. وطبعا إذا أخذ أكتر من خدمة بالعادة إحنا بنعطيه one package وبنعمله discount أو ممكن نعطيه يعني بعض المنتجات مجانا، بس عشان نضمن انه يكون عنده تجربة ناجحة في الوطن العربي ويطلع من الوطن العربي وهو عن جد محقق الاهداف اللي اجى عشانها. لانه احنا لسه يعني ماركت صغير عم بكبر، فبنكون متأكدين انه كل واحد بفوت الماركت يقدر نكبره بالطريقة الصح. ومؤخرا Gate to Play حصلت الاستثمار الجديد من MEVP Middle East Venture Partners ببيروت. شو راح تعمل مع الاستثمار؟ هلا الاستثمار الجديد اللي اخذناه من تقريبا 3 اشهر من MEVP هو كان على 3 اجزاء. الجزء الاول هو كاش ب 600,000 دولار، والجزء الثاني كان تسهيلات بنكيه باكثر من مليون دولار، والجزء الثالث واللي كان اهم اللي هو الكريدت كارد جيت واي اللي بنستخدمه للميرشنتس مع جلوبال كريدت كارد جيت واي. هلا احنا MEVP اخترنا MEVP از استراتيجيك بارتنر، يعني راح يعني شكله نقطة دعم كبيرة لجيت تو بلاي، مو بس الفلوس اللي احنا اخذناها منهم. الان بالقسم تبع الفلوس، طبعا هاي الفلوس بالاغلب حيروح جزء كبير منها لدعم وتطوير البرودكت تبع جيت تو بلاي، الانفراستراكشر تبع جيت تو بلاي، والجزء الثاني حيروح على الادفيرتايزمنت والماركتينج والبزنس ديفلوبمنت. طيب، وما هو مستقبل التجارة الإلكترونية يعني بعد 5 سنوات بالمنطقة؟ شو رأيك؟ طبعا التجارة الإلكترونية يعني بشقيها اللي هو الديجيتال كونتنت والريال إي كوميرس فيزيكال برودكت، القسمين عم بيكبر في المنطقة بشكل كبير. وإحنا يعني قادرين نشوف إنه مع كل التحديات اللي واجهت المنطقة بالسنتين الماضيين، الأحداث السياسية والريسيشن يعني وغلاء الاسعار، بس بنلاحظ انه هدول يعني التو سيكتور عم بيكبروا بطريقه كبيره. توقعاتنا للسنه الجاي ب 2013 انه الماركت حيكبر على القليل 50% وممكن يوصل 100%. راح نشوف ناس اكثر بلايرز من جوا الريجن الجداد، ستارت ابس عم بيطلعوا، وراح نشوف انترناشونال بلايرز عم بيجوا على المنطقه بكل قوتهم عشان يعني يبدوا في الريجن. بعد 5 سنين طبعا هنشوف كتير أشياء متغيرة أكيد، يعني يعني راح يكون التوجه أكيد كله راح يكون تجارة إلكترونية في المنطقة، وبالأغلب إنه بعد 5 سنين حنكون مننافس الأسواق العالمية في التجارة الإلكترونية إن شاء الله. شكرا كتير لوقتك. شكرا.